دير القديس أنبى مقار ببرية شهيد. كلمة لقدس أبينا الروحي القمص متى المسكين عن صوم يونان ألقاها يوم الأربعاء العاشر من فبراير عام 1982. بنبتدي بالتوبة الحزينة دايما دايما، نبتدي بالتوبة الحزينة الموجعة اللي فيها يقول مار إسحاق: وفي ذلك الوقت تنزل الدموع على الخدود فتجرحها كالشوك، لأنها دموع ندم، دموع حزن، دموع تأوه وأنين. أو نوح، كلمة اللي كانوا يحبوها كتير، أو النوح غير البكاء. البكاء بيشمل ظرف الدموع، إنما النوح يشمل التأوه والأنين. ده في المفهوم العبري وما يقابله في المفهوم اليوناني أيضا، النوح غير البكاء. ففي الحقيقة بتعطينا فرصة صوم يونان فرصة جيدة لندخل التوبة من بابها الرسمي، الباب اللي دخل كثيرين إلى المجد، أو بالحر الباب الفاتح على الباب. هو باب صحيح حزين وباكي ومؤلم، ولكن ده باب أوسع، فاتح على باب أضيق اللي هو باب التوبة العهد الجديد، اللي هو مش على مستوى حزن الجسد أبدا، ولكن على مستوى التعري من العالم. فما فيش أضيق من باب المسيح. باب نينوى واسع شوية، صحيح فيه زي ما بقول نوح زي ما هنشوف، وبكى ومسوح وصوم بصورة تذللية رائعة، ولكن برضك ما هواش بمستوى الصوم في العهد الجديد، أو قصدي التوبة في العهد الجديد اللي بتشمل جحد الذات جحدا دائما. ثم نينوى وكل الأصوام، توبة نينوى وكل التوبات في العهد القديم كانت توبة وقتية. يعني لما نشوف توبة أخاب مثلا، دي توبة نموذجية في العهد القديم بتاعت ساعات يعني أو أيام. قالوا الملك، قالوا إيليا النبي، وقال له خلاص يعني بيتك هيخرب وهتتمزق المملكة بتاعتك وهتشوف الشرور لا نهاية لها. قال له ده قضاء مبرم؟ قال له قضاء مبرم. قال مفيش فيه رجعة؟ قال مفيش رجعة. قال له طيب سيبني على ربنا. راح قلع اللباس الملكي وقعد في التراب، مش التراب، الرماد غير التراب، الرماد يعني تراب الفرن. وانتوا تعرفوا فرق بين ده وده، واللي عنده جرح في ايده يقدر يميز، او جرح في جتته، او جلد يكون بس يعني ناعم شويه زي جلد الملوك، مجرد ما يحس بتراب الفرن يلسع لانه كله املاح تقيله قوي، واذا دخل العينين يهيجها ويؤلم الم شديد، كما انه فيه فحل في سواد. فالرماد غير التراب، التراب ده دي قبلتنا لو قعدنا فيها يبقى ايه، قعد المثيل على المثيل، ولكن التراب الرماد ده مؤلم للغاية ومذكر بالنار التي انطفأت وتركت الرماد ده. فكان يحلو للتائف العهد القديم انه يجلس في الرماد، وهنشوف الاصول بتاعته. بس بتكلم انا على ان الفروقات الخفيفة الشكلية ما بين التوبة في العهد القديم والتوبة في العهد الجديد كانت ديكها وقتية. يعني يونان ما فيش يومين بالكتير ولا ثلاثة وخلاص، بس لا ربنا رجع عن غضبه خلاص انتهى، والشعب كله عفي عنه وفرح وهيست المدينة وانبسط وولعت الأنوار وآخر انبساط وولائم. انتهت التوبة وانتهت العقوبة، رجع الله عن الشر الذي كان تكلم به.
أما في العهد الجديد فالتوبة ما هيش مؤقتة. في المفهوم الأرثوذكسي السليم الكنيسة هي جماعة تائبين، والأسقف تائب أول بيقود تائبين، زي بولس الرسول لما بيقول أنا أول الخطاة، أول الخطاة وأول التائبين، ما فيش شك بالمفهوم العالي العريض، لأن ما حدش تألم بإرادته وضيق على نفسه بإرادته في العهد الجديد قد بولس الرسول في الحقيقة. فالتوبة في العهد الجديد توبة غير موقوتة، توبة هي حياة اسمها حياة التوبة. أما في العهد القديم فكانت موقوتة في قصاص وإنذار من الله بالقصاص، في توبة، في رجوع عن القصاص. ده في الوضع الشكلي. لما بندخل بقى في الأعماق بنجد عجب في الحقيقة، بنجد أحيانا التوبة في العهد القديم بتكشف لنا عن أسرار مذهلة. لو نبتديها كده من آدم، يعني أنا تأملي في التوبة دي متأسف ما تأملتش مظبوط وما حطيتش نقط عشان ينفع يعني كلام، ولكن هحط نقط أو هأشير إلى مواقع ومواضع ينبغي أن تكون موضع دراسة وتأمل عميق لكم. يعني قعدت أتأمل في التوبة من أول إنجيل لآخر إنجيل. فوصلت في آدم وحواء تعجبت جدا جدا، لأن انتبهت أن خطية آدم العظمى اللي انطرد بها من الجنة أو من حضرة الله أو من النعيم اللي كان فيه ما كانش إنه خالف الله، وما كانش إنه كل من الشجرة، وما كانش إنه عدم طاعة، وما كانش إنه كبرياء، وما كانش إنه عاوز يبقى زي الله، لأن كان ده كله ممكن يتنزل عنه الله. الخطيئة الوحيدة إنه ما تابش، ما قالوش أنا فعلا أخطيت فسامحني أنا ومراتي، ده كان في الحال صح. فلأنه لم يتب هو وحواء وقع القصاص بالكامل بالكامل، لأن الله لا يرحم إطلاقا لإنسان يغفل التوبة، لا لن يشرق رحمة، لن تشرق رحمة الله على إنسان في الوجود يرفض التوبة. وأولها وأكبرها وأخطرها آدم وحواء، مش أكبرها وأخطرها ليه ولينا وإلى أبد الدهر لغاية القيامة يوم ما نخلص من هذا الدهر، لأن احنا بندفع جزء من دين آدم وحواء حتى بعد الخلاص، حتى بعد الصليب، حتى بعد القيامة، حتى بعد حلول الروح القدس والنعمة الفائضة على البشرية كلها وعلى الخواص والتابعين، لازلنا كلنا بندفع جزء من دين متقسط علينا لآخر نسمة من آدم وحواء بسبب عدم التوبة. ذلك الإنسان العديم التوبة أو الرافض للتوبة أعتقد أن خطيته بتبقى موروثة، أو على الأقل مش موروثة يعني ورثة من أب، بيورثها للي حواليه زي آدم، لأنها أكبر خطية تفسد العلاقة معه عدم التوبة. لأن يعني قال عن عقاب مش كان على سدوم وعمورة،
رجع المسيح قال وأنت يا بيت وأنت يا كرزي، مش الأولانية أنت يا بيت صيدا، ما عارف بس لا في بيت صيدا وفي كرزي، ما سامحوني بصلحوها إذا غلطت. أنا الأول قال ويل لك يا بيت صيدا، ولا كفر نحوم، كفر نحوم يا كفر نحوم مرتفع إلى السماء شطف في الرهاب. لو كان اتعمل في مرة ألف سور وصيدة اللي اتعمل فيكي كانت تابت في المسوح والرماد. شوف سور وصيدة اللي خد اللعنة لغاية النهاردة، سور وصيدة تلتقيها مدينة مخربة وميناء مخرب، خربتها لغاية النهاردة موجودة قائمة شاهد على صدق كلمة الله. رجع لكورازين أظن بقى قال لها وانت المرتفعة إلى السماء، وانت أيضا لو اتعمل فيك الآيات اللي أنا عملتها، لو انت لو سدوم اتعمل فيها، سدوم اتعمل فيها الآيات اللي عملت فيك لبقيت حتى اليوم، يعني ما كانش لا نزل نار ولا زفت ولا كبريت وكلت سدوم وتهدت ودخلت تحت الأرض. سدوم اللي هي ايه؟ اللي هي مدينة الزنا، لدرجة ان في الطب الزنا لغاية الوقت مأخوذ اسمه من سدوم ومن لوط. تتصوروا يعني في بعد كده ايه؟ ما فيش اكثر من هذه خطيئه اوف يعني ده في نينوى. في نينوى لما نبص نلتقي ايه؟ نلتقي مدينه وثنيه، ما هياش كانت تعرف اله اسرائيل، وثنيه. وعشان كده يونان جات له الأنفة اليهودية لما قال له تروح تبشر بنينوى وتنذرها لأن شهورها صعبت إليها، لقاها صعبة قوي على نفسه. قم اذهب إلى نينوى والمدينة العظيمة ونادي عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي. يعني شر إسرائيل كان بيتعب ربنا، ولكن شر بلد لا تؤمن بالله لما يطلع ربنا يبقى حجمه قد ايه؟ شيء فظيع جدا، لان هو كان بيحاسب اسرائيل على اخطائها لانه ادها وصايا وادها انبياء ادها منذرين، ولكن دول لا انبياء ولا وصايا ولا منذرين، بس خطاياها صارت تهدد الكيان البشري زي ايام مين؟ نوح. وصلت خطايا الانسان انه كان هو اللي هيبني نفسه خلقيا، كان هيبني نفسه ابكيا، كان هيبقى زي الوحوش تمام. فالله حب ينهي هذه السلسال او هذا الجيل الفاسق، ينهي عليه ويبتدي جيل جديد بانبياء تاني لعله يتجاوز الشرور الموروثة والقبائح اللي ترسخت في الشعور واللا شعور عند الإنسان. لذلك كان الطوفان رحمة لجدد الجنس البشري. رجعت تاني نينوى بتمثل إحدى البلاد الوثنية التي صعد شرها أمام الله، يعني إحنا أمام خطر زي خطر الطوفان تمام. وهنا يونان بيمثل نوح تمام، لأن نوح كان برضك بينادي في وسط ناس ما بيؤمنوش بالله زي كانوا بيضحكوا عليه ويسخروا منه، ولكن كان عنده صبر وطول أناه وقعد يعمل مركب لغاية ما حدثت الحادثة المريعة اللي أنهت على الجنس البشري. بتتكرر هنا الخطورة لو كان فعلا استعفى يونان
من انه يروح خالص. مش كانت نينوى وهي اللي هتضيع، ده جايز قوي ان كان يضيع فيها تاني الجنس البشري، ولو انه كان اعطى عهد بانه مش هي مش يرجع طوفان تاني، ولكن جايز قوي كان غير وجه الارض بطريقه اخرى. فكان خطر نينوى بيسرح او يتسحب على اسرائيل كلها، على كل الجنس البشري. فانا عاوز اصور الخطيه بتاعت الناس. كل الكلام ده بقول ان كانت خطيتهم فظيعه وصعدت الى الله ولم يطيقها الله، وكان هناك تهديد للجنس البشري بسبب هذه الخطايا. فقال له هنا بقى النقطه اللي عاوز اركز عليها لانها ذات منفعه لنا. قال لي تروح تنادي بان انا هقلب المدينه زي سدوم، وقلب سدوم وعموره. كان هنا القلب تمام، يعني زلزال تنزل تبتلعها الارض ويطلع نار من بركان وياكل البشر زي سدوم، ملهاش ابدا اي اثر، حولوا ما امكن يشوفوا لها اثر ما فيش. انما هم عرفوا ان هي الوقت البحر الميت اللي هو تحت سطح البحر بمئتين متر، صح؟ مئتين متر اللي اسرائيل عاوزة تنتفع منه وتعمل قناة من البحر الأبيض المتوسط ينزل على البحر الميت، فمئتين متر تعمل عليه بقى ايه كام تربي بتاع ده توربينات عشان تشغل كهرباء. طبعا حاجة مريعة لان مساقط هيله تقدر واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد تعمل شيء مهول من الكهرباء، بس في خطوره انه يرتفع الميه وتغرق البلاد، عشان كده في احتجاج. ولكن اللي عاوز اقوله ان ال 200 متر دول انخفست بيهم سدوم وعموره، وكانت اجمل بلاد العالم. كانت هيحصل كده لنينوى. القصه ما هيش بسيطه ابدا بالدرجه اللي احنا بنقرا بيها دي. فقال له فقام يونان ليهرب إلى ترشيش، ما قال له اذهب إلى نينوى مدينة العظيم ونادي عليها. في حتة تانية وضح المنادى دي، ثم سار قول الرب إلى يونان ثانية قائلا قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المناداة التي أنا مكلمك بها. قالها له يعني تبان من كلام يونان نفسه. فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب. أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاثة أيام. فابتدع يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال بعد 40 يوما تنقلب نينوى. أمر لا مرد له، قضاء مبرم. دي الحته اللي عاوز اركز عليها، ان ما قالوش يقول لهم يتوبوا والا هقلب المدينه زي ما بيكلمنا الوقت. الشجره التي لا تصنع ثمرا رديا يقطعها، لا ما كانش كده. ده قال له روح اقلب المدينه زي سدوم وعمر. فراح قال لهم الكلام ده بقى وطلع جري بره المدينه. هو خاف مشي يوم واحد وقال لك طب افرض انا ناديت وقلت تنقلب المدينه وتسمع وانا جواها، فما رضاش يكمل الثلاث ايام مسيره، مشي يوم واحد وطلع جري. فابتدى يونان يدخل المدينه مسيره يوم واحد ونادى وقال بعد 40 يوما تنقلب نينوى. لا ده اداهم 40 يوم هتنقلب المدينة، إنما ما جابش سير التوبة وطلع برا ينتظر انقلاب المدينة. مفيش مهادنة، مفيش رجوع في الأمر، يعني بعد 40 يوم ستنقلب نينوى. كنت نبهت يعني في إحدى المقالات السابقة أو الكلمات إن 40 يوم دي في الحقيقة كم مرة تكررت بتوري إن ده الحد الأقصى لاحتمال صبر الله على الخطاة. فما كانش فترة
لأن الشعب يتوب، ولكن ده أمر قضاء. وعشان كده لما رجع الله عن أمره زحل يونان، قال بتترجع في كلامك كله، انت مش قلت بعد 40 يوم هتنقلب المدينة؟ فكان هنا القرار أو الحكم الصادر من الله غير قابل للاستئناف. فلأول مرة وبواسطة نينوى كحكم جماعي، إنما حكم فردي شفناه في أخاب، فهنربط الاثنين دائما مع بعض. أخاب كحكم فردي وديا كحكم جماعي. وكذلك برضك أخاب لما كلمه الله وقال له روح، قال لي روح قل له أنه هخرب البيت بتاعه وهقطع سلساله وكلاب هتلحس دمه وإلى آخره، حاجات منطق يعني حكم صادر ببنوده. وبعدين ما كملش كم يوم ولا كم ساعة، ما ذكرش الكتاب، وبصينا لقينا أن الله بيقول لإيليا، بيقول له هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامي؟ دي يعني تمهيد للرجوع في كلامه. قال له بعدين؟ قال له لا، قل له خلاص أنا عفيت عنه مش هعمل حاجة، فمن أجل أنه قد اتضع أمامي لأجل بالشر في أيام. في الحقيقة هنا انكشاف لسر من أسرار أحكام الله. من ضمن الأشياء التي نخطئ فيها أن أحكام الله بلا نقض أو بلا استئناف، يعني الاستئناف ده دائما قبل النقض، ولكن العجيب أن أحكام الله كلها قبل الاستئناف والنقض. وإحنا علينا إحنا اللي نترافع، دي مصيبة عظمى ما كناش نعرف هذا السر الخطير. كل أحكام الله قبل الاستئناف وقبل النقض. أوضح مثلين، ما فيش بعد كده بقى مثل فردي في أخاب كملك صار نموذج للفساد الخلقي والفساد القيادي كملك مسؤول عن شعب، لدرجة ان كل الملوك اللي جم وحشين بعد أخاب يقول لك ايه، وجعل الشعب يخطئ كأخاب، والملك ده مشي وحش معوج ولم يعمل الصالح في عناية الرب كأخاب، وكنت كأخاب كأخاب. ده حتى بعد ما عفى عنه، عفي عن أخاب وصار كما هو مثل ونموذج للفساد والإفساد، ولكن لأنه اتضع كملك. بس إن الاتضاع بتاعه برضك المستوى بتاعه عالي في الحقيقة. أخاب قام مزق ثيابه، يعني إيه مزق؟ يعني عرى نفسه ولبس مسح وقعد في التراب وصمت. طب هي دي يا رب بس الأعمال اللي يعني تنقض الحكم، يعني رفع قضية استئناف أمامك، يعني كل يعني مطالبها أن يبقى بش هو ده اللي في مقدور الإنسان في العهد القديم، مقدور يعمل إيه تاني كملك؟ طبعا الملك انتوا عارفين كان الملك في العهد القديم يعني بيمثل فعلا العظمة بكامل معناها. الوقت بيبقى الملوك بيتحشموا شوية يعني عشان الشعب بيثور من البرمجة والعظمة، وكل ملك بيزودها شوية الشعب بيهيجي عليهم موته. كان زمان لا، الشعب يفرح بملكه لما يلبس الأرجوان ويلبس التاج المرصع ويقف كده والشعب يهلل ويفرح ومبسط قوي، الملك بتاعه عظيم. فملك لابس تاج من ذهب ولابس ثوب أرجواني أحمر حرير وعظمة وعز ذهب في ذهب وعظمة، في
في لحظة من الزمان يقلع ده كله قدام الشعب بتاعه ويمزع هدومه وينزل في الرماد ويلبس مسح. المسح بقى ده هرجع له كمان شوية، ويبكي ويحط التراب أو تراب الفرن على راسه ويجلس صامت. في الحقيقة يعني لابد أن تتغير ذهنيتنا بسبب أخاب وبسبب نينوى في مفهوم قضاء الله، لأن كل ما بنضخم قسوة الله كل ما بنقطع على أنفسنا خط الرجعة. زي المثل اللي المسيح حطه، ادى الواحد 10 وزنات وادى الواحد 5 وزنات وادى الواحد وزنة، وجي ياخد الربح، فادى الاولاني ادى والتاني ادى والتالت، قال له اصل يا سيد انا اعرف انك رجل صارم. ده بالضبط ده يمثل الناس اللي ما بيؤمنوش بالتوبة على اساس ان الله مش معقول يقبل توبته. ده هو رجل خاطئ، ده انا رجل خاطي وخطيئتي تقيلة، بقى ربنا يسأل عني، بقى ربنا يسمع لي، بقى ربنا يغفر لي، بقى انا يعني هبقى رجل روحاني، بقى انا هبقى رجل قديس مع القديسين، وده معقول؟ تمام تمام، انا اعلم انك رجل صارم تحصد ما لم تزرع، تجمع ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. قال له كده؟ قال له اه. قال له طيب انا عاملك بالمبدا ده. هنا الخطوره بقى، خطوره مريعه جدا، ان احنا نحتسب الله خصم ونحتسب الله صارم وقاسي. ولكن سر مفتوح قدامكم النهارده، ما هواش مكشوف بسهوله، ما بينكشفش بسهوله، ولكن اهو حدث في هذه الليله المدعوه مساء ايه، مساء الخميس، كام 9 10 ولا 10 10 2 10 2، ان ينتبه ذهننا الاول مرة ونعرف ان في سر من اسرار الله هو اسمه سر استئناف احكام الله وسر نقض هذا الحكم. مين يسجل؟ اسأل اخاك، اسأل نينوى اللي احنا عمالين نسبح ليها النهاردة، واللي بقالنا 3 أيام صايمين تشبها أو محاولة لاشتراك في توبة ذات قبول زي توبة نينوى وبملكها. الحكم صدر لنينوى كالآتي: فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. المسوح هنا مسوح جاية برضك من أصل عبري، نفس النطق ده بس مختلف شوية، ما أعرفش ينطقوا زي الناس، أخذوا باليوناني وباللاتيني من كلمة شوال ساك ساكوس. في الحقيقة كان ما هو شيء لباس يعني بيتعمل مخصوص المسح ده، لا ده هو تلاليس القمح بالذات، كان تلاليس القمح بيعملوها من شعر الماعز، لأنه شعر الماعز جيد جدا وبيعملوها تقيلة. ولو ترجع لي قصة فرعون ويوسف وتلاليس القمح وتروح لليوناني بتاعها والعبري إذا كان، هتلتقي برضك مفهوم المسح هو الوعاء المعمول من شعر الماعز. كل ما بيضاف إليه إنه بيتفتح له فتحة من وسط اللي فوق فتدخل منها راس البني آدم، وفتحة من الطرفين تطلع منه دراعته بس، وادي المسلم. وكان يبقى قصير للركبة بس، لابد يكون لونه أسود.
من هنا قالوا مسوح الرضان، ومن هنا اللبس الأسود، ولو أنه ده سرياني. الأباط الرهبان الأباط كان لبسهم الأسرية كولوبوس، جلابية كولوبوس، كولوبوس جلابية كلمة متحرفة من كولوبوس يعني أسرية، جنب بتاع يوحنا في كولوبوس يوحنا القصير، كولوبوس جلابية هي كان بتبقى سارة للركبة ويدوب الدراعين لغاية المرفق الكوع فوق الكوع كمان، وكان من إنما كان المسح وكانت ملابس الرهبان السوريين والفلسطينيين وما بين النهرين كانت سودة. فطبعا اتصلنا بالسريان الكتير قوي قوي في العصور العصر الخامس والسادس والسابع بمجيء سويرس الأنطاكي، غير لنا حالنا شوية، لبخ لينا قوي 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 في أشياء كثيرة تقصية وأشياء حتى في اللبس، دخل اللبس الأسود ده في وسط الرهبان. معلش كويس قوي، هو ده المسح، يا ريت نلبسه من شعر المعزة، ولكن النهارده بنعمله بتاع ده، بشوف رهبان احيانا بس مش عندنا، يجيبوه حرير كده تلمع كده علاق يسموه علاق، فعلا لقيته بتاع قماش حرير انما تقيل جدا، حرير تقيل وجميل جدا ولامع، واخر وجهه ما اعرفش الوقت بيطلع بيطلعوه ما طلعوش، غالي جدا جدا، غلو فاحش الألاق ده، واسمه مسوح، ده احنا اصلنا في الاصل مسح، لابسين مسح توبه، لان في الحقيقه الرهبانه حياه توبه، ما هواش برضه كرجع واقول ان الرهبانه ما هياش وضع خاص في الكنيسه، ولكن وضع الكنيسه الامثل، وحتى مش الامثل، وضع الكنيسه الصحيح، بلاش الامثل، لان زي ما قلنا ما هي الكنيسه جماعه التائبين، وما هو الاسقف تائب يقود تائبين، تائب اكمل توبته بيقول توب التائبين لكمال توبته، وما هم الرهبان ناس عايشين في التوبة، يبقى ناس كنسيين في الحقيقة. فالمسح وفردها مسح أو مسح، وده من شعر المعزة أو أحيانا من وبر الإبل، أحيانا وبر الإبل، وده كان يلبسوه بقى الجماعة النذير، النذيرين المنظورين أو النذراء، الذي ينذر ذاته كان يلبس مسح، يا إما من شعر المعزة برضك يا إما من وبر الإبل. وبر الإبل في حتة صغيرة من وبر الإبل ناعمة، ساعات يعملوا منها طواق وبتاع بتبقى ناعمة حلو، ولكن معظم وبر الإبل خشن جدا رخر، وأنا عندي منه هدوم خشنة فظيعة زي تمام بتاع المعز. فكان مسح الأنبياء كان غالبا من وبر الإبل، زي يوحنا المعمدان وزي إيليا، أكبر مثالين للذين لبسوا المسوح. ولكن اللون الأسود للمسح كان لازم، ما عرفش إزاي بقى وبر إبل يبقى أسود، في إبل لونها سود. أو عرفنا من الأسود في الحقيقة، أنا جريت ورا كلمة مسح لقيتها موجودة في عدة مواضع، مسح والمسح ده أسود، زي ما جت في سفر الرؤيا، بيقول إيه في سفر الرؤيا، وسأعطي لشاهدي فيتنبآن 1260 يوما لابسين مسوحا. متأسف ديا المسوح بس، ولكن في حتة تانية والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، ورى المسح انه من شعر وانه اسود، ده في سفر رؤيا وضحها، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، ادي المسح اللي لبسوها اهل نينوى. فامن اهل نينوى بالله ونادوا، يعني ايه؟ يعني ايه مسح؟ يعني توقف الطرف، صحيح
في العهد القديم اللي يلبس مصح ده ما هوش يعني متكشف قوي، في منه لفقر، ولكن كان نوع من المذلة الإرادية. كان أحيانا بتبقى مذلة غير إرادية، بنشوف الصور أحيانا للجماعة المأسورين اللي مثلا ملك إسرائيل يروح يهزم الأشوريين مثلا ويجيب مأسورين، كانوا يقعدوا يفصلوا الهدوم أبدا، يلا لبس مصح. فنلتقي في الصور المرسومة أو المنحوتة كل الأسرى لابسين المصح دي، اللي هو زي ما بقول لك شوال معمول من شعر المعز لونه أسود. ده تعبير عن المذلة الإرادية، عدم طبعا استخدام الألوان ولا النعومة. طبعا الخشونة بالنسبة للجلد ما هوش هين، اللي يلبس هدوم صوف على اللحم ده يعرف قد ايه شائكة مهما كانت ناعمة، فمن بالك لو كانت خشنة جدا تبقى زي السلم تورم الجلد تورمه. فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسحا من كبيرهم إلى صغيرهم، وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه رداء الملوكي وتغطى بمسح وجلس على الرماد، ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا: لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتغطى بمسوح الناس والبهائم، ويصرخوا إلى الله بشدة، ويرجعوا كل واحد عن طريق الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم، لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حموم غضبه فلا نهلك. لعل دي ما يقوش منها خالص، لأن الأمر بأن بعد 40 يوم هتنقل بالمدينة، ما قال لهمش توبوا ولا هنشوف هتوبوا ولا لا. فهنا الغريب الحقيقة أن حتى البهائم لبست المسح، وبعدين الكبير والصغير حتى العيال. ده ملك ناصح، أنا اتكلمت عنه في إحدى المقالات وتعجبت من حكمة هذا الملك الذي نجى مدينة بأنموذج رائع لتوبته كملك، يقعد على الرماد ويلبس المسح ويصوم عن الأكل. حاجة عجيبة في الحقيقة، ما عرفش نادوا بصوم قد ايه ما عرفش، ولبسوا المسوح، وقام الملك خلع رداءه وتغطى بالمسوح ايضا وجلس على الرماد، ونودي ان لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم، لا ترعى ولا تشرب ماء، ولا يتغطى بمسوح الناس والبهائم، ويصرخوا بالله بشدة. كل ده وانتظروا يعني امر الله. انا متعجب، طب لو ما كانش بعد يومين ثلاثة ما اعرفش، مش محدد الايام، انما احنا بنصوم الثلاث ايام دوك ليونان نفسه، يونان في بطن الحوت، انه في 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 ضيقته وفي معموديته في الماء نجى ايضا، او الله تراح يعني، مش بس نينوى هي اللي كفرت عن خطيتها بتوبتها، بردك يونان تألمه حسب أيضا مضاف إلى تشفع وقدم إلى الله من أجل نينوى، فعفى عنها وبعدين أصدر الحكم، نقض الحكم بتاعه بطريقة عجيبة جدا. فلما رأى الله أعمالهم أنهم أعمالهم اللي بيقولوا ما فيش أعمال، فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. حكم استئناف لصالح نينوى. فده تعبير مش أبدا لا ينم عن رحمة الله،
ولا ينم عن محبة الله. هذا الإجراء ما هواش بيوري أن ربنا طيب أو ربنا يعني رحوم وسهل أبدا أبدا، ولكن بيوري أن عند الله إمكانية بأن الشاكي أو الواقع عليه الحكم بيعطى مهلة قدرها 40 يوما، معرفش يمكن أكتر، ولكن أقل كمية هي قدامنا. كل إنسان خاطي، كل إنسان مهدد بالهلاك بيعطى مهلة ليدافع عن نفسه. فإذا استطاع أن يعمل أعمال يثبت بيها أنه بيطلب القرب من الله والاتضاع أمام الله، انظر إلى أخاب كيف اتضع أمامي، يا سلام. هو أنا لما اتضع قدامك ترجع عن كل غضبك؟ يبقى المسألة مش مسألة من ناحية الله، مش مسألة أن الله طويل الأناة ورحيم ولطيف ومحبته كتير، لا 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 أبدا أبدا، ده بيرجع لك أنت. ده لو ما كانتش نينوى عملت كده كانت قلبت بقت زي سدوم، ولو أخاب ما عملش كده كان تم فيه فعلا أن الكلاب لحست دمه. ولكن لأن أخاب نزل من على كرسيه ولبس المصح وقعد على الرماد وحط رماد على دماغه وصام وصمت، رجع الله عن حكم. ففي هنا إمهال اتكلم عنها، بلاش المثوبة دي احنا قلنا 100 مرة، اخلص. قال عنها بولس الرسول، بس ربنا يعطينا اول الآية كمالتها وهتيجي أولها، ولكنك تزدخر غضبا في يوم الغضب أم تستهين بغنى لطف الله وأناته، غير عالم أن أنات الله تقتدك إلى التوبة، ولكنك تزدخر غضبا في يوم الغضب. دي بردك تعبير لبولس الرسول، أنات الله إدى 40 يوم، مش لأنه طويل الأناة، ده لأنه إدالك مهل. ما تحولش دقيقة شوية أو في التعبير، ما تحولش نظام الله لصفات تعفيك من الإجراءات. لا ده ربنا رحيم، لا مش رحيم. طب ما تتوبش كده شوف هيعمل فيك ايه. طب خلي اخاب ما كانش يتوب كان هيعمل فيه ايه. ما انت تقول ده الله رحيم قوي، شوف عمل ايه في اخاب، اقول لك ابدا مش رحيم، ده اخاب هو اللي خلاها رحيم. اخاب استنفع بالمهله الصغيره قبل ما تتم العمليه ويدفع النبي من بره المدينه، ونزل قعد في الارض ولحق قدم توبه في منتهى المذلة وهو ملك. عفي عنه، انظر كيف اتضع أخاب أمامي وبقى مثل للاتضاع أخاب هذا. ونينوى أيضا، نينوى ما بتثبتش إن الله رحيم، ولكن بتثبت إنها للإنسان قدرة إنه يغير قضاء الله لو استطاع إنه يغير طريقه ويرجع عن شره وارجع عن ظلمه. وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويصرخوا الى الله بشده ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئه وعن الظلم الذي في ايديهم لعل الله يعود. فهنا بس الحته دي اللي بتك عليها قوي، ان قضاء الله مش مبرم، ده قضاء الله مبرم على الإنسان اللي ما بيطلبش استئناف.
قرار صدر بعد 15 يوم ما طلبتش استئناف يتثبت الحكم ده، حتى المحاكم الأرضية زي واخدها من فوق اللي مش عارف. بعد 15 يوم ما قدمتش تظلم واستئناف، مهما عملت ان شاء الله كون مين على طول المحكمة يقبضوا عليك ويبيعوا البيت ويعملوا ويسووا وعروا ويفضحوك. طب لو كنت في 15 يوم قدمت كنت طلعت براءة. الله ده المحكمة حلوة قوي بس انا اللي وحش. اه طب ادي اجراءات السماء، ادي احكام الله، احكام مرنة لدرجة ان اي انسان شرير، وانا قلت لكم شوفوا في اشر من سدوم التي هي مثل للزنا واوسخ زنا، قال ان لو سدوم اتعملت فيه الاعمال اللي انا عملتها في كرازين ديا او في كفر نحوم كانت فضلت لغايه النهارده ما كانتش اتقلبت. الله يعني ممكن ان التوبه كانت ما تخليش سدوم وغير سدوم وكله كله كله واي خطيه. هذا الله. انا النهارده بس بستعرض عن طريق حكمه وحذق ملك نينوى وشعب نينوى، بكشف سر من اخطر اسرار الله في معامله الانسان. كمدخل انا طبعا مش عاوز ادخل في التوبه، لان دخلت لو دخلت في التوبه لازم ادخل في توبه العهد الجديد، وانا النهارده باقيم احتفال روحي بخصوص توبة نينا. انا مش بدخل في التوبة بتاعة الصوم الكبير الوقتي، انا بتكلم على توبة نينا والتي على المستوى الاقل، فاذا كان ده على المستوى الاقل ام على المستوى العالي بقى يا رب. اقول لك يبقى ايه، المسيح جه على هذا الاساس، المسيح جه على اساس يورينا ايه احكام الله، ان هو يقدر ياخدها على نفسه. اذا كانت ولا بد وما لهاش استئناف، وحتى استئنافها ما قدرش يغير قضاء الموت، طبعا انا هرفع قضيه قدام ربنا واطلب اعفائي من الموت ان ما موتش. يقول لي ايه اللي دي، في احكام ما لهاش استئناف خالص زي الموت، او زي الهلاك بعد الموت. انما على الارض اعفيك من الموت. مين حزقية ولا اسمه ايه الملك اللي عفى عنه، حزقية ولا حزقية؟ اسماء لساني بيغلط فيها معلش. قال له خلاص بعد كم يوم هتموت، 15 يوم. راح عمل ايه، ما فيهوش عافية، اتقلب على السرير قال وحط وشه في الحيطة وقعد يعيط وقال له يا رب افتكر ده انا كنت حلو معاك وانا عملت حاجات حلوة بقى تنساها دي كلها. فقال له طب رجع النبي تاني، وقال له خلاص عافينا عنك. واداله كم سنة، 15 سنة اظن حاجة بقى. طب لو ما كانش حسقيه حط وشه في الحيطة وعيط كان مات. إذا أحكام الله ممكن تتنقض أو ممكن، بس في أحكام غير قابلة بقى للاستئناف ولا للنقض. حكم الهلاك الأبدي من بسبب الخطيئة، حكم الموت. فدي لأن ما فيش إنسان ولا البشرية كلها تقدر تعمل توبة تغطي حق الله في تنفيذ العقوبة، اضطر الله اضطر من محبته، مش اضطر تحت الححنة ده ونحن بعد خطاه رفع هو القضية نيابة عنا، واحنا اموات بالذنوب والخطايا ولا نستطيع ان نفرق ما بين خطية وخطية، ولا نستطيع ان نعرف ما هو البر، ولا نستطيع أن تنفتح أعين قلوبنا لنرى ما في السماء أو ما أعد للذين يخلصون، ما نعرفش حاجة. زي واحد ولا مؤاخذة
فضل يكبر يكبر يكبر، وبس لقوه يعني ما عندوش قدرة على انه يتكلم مثلا او يعرف حاجة، ما يعرفش حاجة. كانت البشرية كده فيما يختص بالخلاص الابدي، فيما يختص بالحياة الابدية والحياة مع الله، كانت البشرية وعيا ولا وعيا لا تدرك شيء عن السماء ولا عن القيامة. ده حتى في ايام المسيح قامت خناقة قدامه، هل في قيامة ولا ما فيش قيامة في ايام المسيح؟ ونحن بهذا الشكل، وإذ بقضية تقدم في السماء لحساب البشرية يقدمها الابن يسوع المسيح، ويتبنى قضية الإنسان المحكوم عليه بالإعدام يتبناها ويقف كمحامي ويتقبل في نفسه عقوبة قضاء الله ويبرر البشرية. دي حاجة تانية خالص بقى، لما ندخل في التوبة في العهد الجديد دي بيدخل فيها أساس، عمل المسيح بيدخل فيها أساس. إنما أنا بتكلم عن التوبة في العهد القديم، وبأحيي ذكرى توبة نينوى التي لها عبير ذو قيمة هيلة جدا لو إحنا تناسمناه قبل ما ندخل في الأربعين المقدسة. عرفتوا كنيستنا إزاي مصحة؟ عرفتوا كنيستنا إزاي مرشدة بالروح القدس؟ وتستطيع أن تضع كل حادثة في مكانها لتكمل عمل روحي موحد. قولولي لو دخلنا على التوبة أو على الصوم الكبير وما عندناش الوعي ده بالتوبة، بتوبة نينة أو في العهد القديم، هندخل ما عندناش الإحساس الكافي بقيمة التوبة المجانية أو التوبة اللي ملها مش عاوزة، أقدر أقول مش عاوزة مسح ولا قعد في التراب الرماد ولا التذلل اللي عمله أخاب أو عملته نينوى، ولو إنه نافع جدا جدا، بس ما هوش الطريق، ما هوش الباب للتوبة في العهد الجديد. التوبة في العهد الجديد توبة روحية هندخل لها لما نيجي داخلين في العهد في الأربعين المقدسة إن عشنا. توبة فيها ننكر الذات، ما نمزقش الهدوم بل مزقوا إيه؟ قلوبكم. ده هنا يعقوب بيضرب في المليان، قال أنا مش عاوزكم تبكوا وتولولوا وتمزعوا هدومكم زي أخاب ولا نينوى، قصدي هدوم مزقوا قلوبكم. هنا بقى في الحقيقة التوبة عميق أعمق من ديك كتير، بس أقل قساوة أقل جفاف، فيها رجاء فيها فرح فيها نور التوبة في العهد الجديد. لذلك كل تائب في العهد الجديد لا تسنده القيامة يغوص يغوص في الوحل ما يقومش. كل تائب في العهد الجديد لا يشخص إلى السماء حيث المسيح جالس، وإلى السماء الذي ننتظر منها مخلص الذي هو المسيح الرب، يتوه في أحزان لا رجاء منها، تنشف روحه تنشف نفسه. لذلك بقى أنا بأركن التوبة في العهد الجديد لما نجلها في الأربعين المقدسة، ولكن أتمنى أن أكون استوفيت جمال التوبة في العهد القديم كمثل لها أخاب ونينوى. ولربنا المجد دائماً. نصلي. لا ولد مروح كل شيء المقدمين رب المصر أسوأ المسيح، الشكر والتسبيح والسجود والمجد الداخل لاسمك العظيم. مع نينوى أيضا يا ربي لا يزال لنا مكان، لا بالمسح ولا بالرماد، ولكن بانكسار القلب الذي هو أصعب بكثير جدا،
نقف أمامك يا رب من أجل حياتنا السالكة بهلاكنا، لئلا نكون قد نسيناها بغباء وظننا أنفسنا أبرياء أو أبرار، ولكن الدينون لا تزال قائمة. بقدر ما نحن ضعاف في توبتنا، ضعاف في رجوعنا إليه، ضعاف في رجوعنا عن أخطاءنا وعيوبنا التي نعرفها جيدا، لا تحتاج إلى تسجيل، ولكن القلب يئن بها مع الضمير، لأننا ونحن في نور خلاصة الأبد وبين أصداء المسبحين في ذكرى الميلاد وفي صوت التعميد الآتي من السماء بالمسرة، وهذا كله لا نزال نسلك قادمين، لا نزال نستثقل اتضاعنا الوقت، لا نزال نستثقل إحناء الرأس، لا ليحنن مدان بل يخدنا. يا ربنا في كل أعمالك وضعت لنا حدود لا نتخطاها لئلا تبوز علينا الدعوة أو الشكوى، لأن عدونا لا زال يشتكي على مفتريك يا رب ليل نهار. تبوز علينا الشكوى يا رب إن كنا أهملنا خلاصا، أهملنا خلاصا هذا مقداره، دفع ثمنا ونعرفه جيدا، ولكن لا نزال نتوانى ونتكاسل في توبتنا، لا نقدم حياة جديدة ولا نسعى في تجديد الحياة اليوم، وكأننا باب الجحيم انسد زي التفتيلة التي حطمها، وكأننا قضاء الله قد رفع نهائيا. من قال تغضب من السماء معلن على حضور الناس وإثم الذين يعبدون الحق بالإثم، أليس نحن من بعضهم؟ أليس الإثم في بعضنا يعبد الحق؟ ألسنا نجلس في مواضع كثيرة؟ ألسنا نفتري على إخواتنا؟ ألسنا نتغاضى عن محبة الإخوة التي هي فعل دم يسوع المسيح على الصليب؟ نلغيه بكلمة حاقدة شاهدة مجنونة، نلغي المحبة ونعيش في جهالة في ظلمة لأننا لا نقدر، لا نريد أن ننتقل من الموت إلى الحياة، لأننا نستثقل محبة الإخوة، نستثقل انحناء الرأس للكبير والصغير. أعلم ما أقدمه لك يا رب عن نفسي أولا إني متواني، وكأن الأعمال الكثيرة أنستني توبتي في وحشتي ومغارتي أتوسل إليه، ألا تشفق علي أما علينا إخوتي، وقد نسوا كل المواثيق والمواني، كل الكلام الذي تكلمنا أمامك والدعوة، ولا يزال بعض يغاضب البعض، وكأننا قد انفصلنا عنا، أو كأننا نضع لأنفسنا منهج جديد غير مثيل لكل الآباء. يا رب هذه الأرض التي شربت دموع أبلادنا وآباءنا القديسين، هذه الأرض التي انطلقت منها أرواح ملأت السماء تسبيح وتمجيد، وصارت ليست شهود فقط بل وشفعاء أيضا، كيف نعيش نحن موضعهم إلى نعمل أعمال؟ أعطينا اليوم توبة ولو على مستوى منا، توبة لا بالمسح ولا بالرماد يا ربي، ولكن توبة بالضمير بالقلب بجدة الحياة بالروح القدس،
بالتوسل المشبوع بالدموع وبكر أحفظه، بالتوسل المشبوع بالصلاة الدائمة أمامك التي لا تكف كما نقول في القداس، بصراخ لا يهدأ يا رب اسمعنا واستجب، بتوسل فيك وشفاعة منك المدعو في الشفاعة.